ودلوقتي خلينا نروح نصبح على لميا ونتعرف منها على آخر أخبار المرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. خلونا نبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، ومكملة لحد ميدان العباسية اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك برضو هنلاقي كثافات بسيطة وغير مؤثرة على الحركة المرورية. لو كملنا لحد لما نروح لكوبري الجلاء، هناك هنلاقي في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. وعند كوبري المطار في كثافات نسبيه غير مؤثره هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وبتظهر كثافات مروريه اعلى الدائري في منطقه السلام وداخل النفق للي قادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي، وكذلك الامر المتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع، وكمان في الاتجاه العكسي للي قادم من المعادي ومتجه لمناطق الجيزه. نفس الموضوع في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وفي كثافات مرورية على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر، وهيستمر حتى ميدان لبنان. وناخد بالنا أن المتجه من المهندسين لأكتوبر في تحويلة مرورية بسبب أعمال توسعة المحور. لو كملنا جولتنا في شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين وحتى الطلبية. وكمان في كثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين. كمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. تظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، كثافات كمان متحركة هناك. نفس الموضوع في كوبري العباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت بعض الكثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. لو رحنا لمحافظة أسيوط هنبدأ جولتنا فيها من طريق إنا منفلوط اللي بيشهد كثافات نسبية إنما متحركة. الكثافات دي بتبتدي تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها. قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية ومكملة لحد جامعة أسيوط. ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وكمان طريق المنيا أسيوط برضو بيشهد سيولة مرورية. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية وبالتحديد في ميدان أحمد جويلي، وهناك بتظهر كثافات مرورية غير مؤثرة. بعدها هنروح شارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق، واللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة جدا. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد بالنا إن طريق عثمان أحمد عثمان بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة وترجع تاني تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ولو رحنا لطريق أحمد أبو زيد هناك سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. هنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية، وهناك كثافات مرورية متحركة. خلصت جولتنا المرورية، بس يعني نحب نأكد على الناس ان في شبورة مائية بتظهر بالليل متأخر وبتكمل معانا لحد الصبح بدري. الأمطار النهاردة كمان خفيفة، فما فيش مشكلة ممكن تواجهنا، لكن نلتزم بالتعليمات المرورية علشان نوصل أشغالنا وبيوتنا بألف سلامة. مرة تانية هنرجع لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك.